بعث الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي برقية تهنئة لقداسة البابا توادرس الثاني بابا الإسكندرية بترياق الكراز المرقصية بمناسبة عيد القيامة وأعرب الفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي في برقيته عن اعتزازه واعتزاز القوات المسلحة بمواقف البابا توادرس الثاني الوطنية التي تؤكد دوما أن شعب مصر بمسلميه وأقباطه ناسي واحد يجمعهم وطن واحد وآمال واحدة في بناء مصر وتاريخها الزاخر المجيد كما بعث الفريق أسامة عسكر رئيس أركان حرب القوات المسلحة برقية تهنئة لقداسة البابا توادرس الثاني بالمناسبة ذاتها